نعرفوا بأنه وجهة النظر تكون مختلفة، ولكن دائما تتكون عندنا ضوابط علمية هي اللي تتحسب. لحقاش دابا حنا مثلا في الجمعية المغربية للعلوم الطبية، حنا مكلفين مع الجمعيات العالمة ديال المغرب ديال جميع الاختصاصات وديال الطب العام باش نوجدوا البروتوكولات العلاجية. البروتوكولات العلاجية بحال هادشي اللي تنهضروا دابا على هادشي ديال الكوفيد، فهي مبنية على ضوابط علمية. واش هادي دايزة ولا ما دايزاش؟ ونقدر نقول لك بكل افتخار بأنه داكشي كان تيدوز واحد الجو. علاش؟ لحقاش خصنا نعرفوا بأنه، وهنا تنشكروا جميع المصالح، لا الداخلية لا الأمن لا الدرك لا الوقاية المدنية لا الأطقم الطبية في جميع القطاعات، لا وكيفاش نقول الأطقم الطبيب الممرض التقني، فالكل هذا هو المغرب. بحال ما فاش وقع الزلزال في الحوز، هذا هو المغرب. فاش يكون شي مشكل فالكل تيتضامن وراء القائد ديالنا صاحب الجلالة نصره الله وإياده. إذن حنا واحد الشعب اللي متماسك، وتنبينوها فوقت كما تنقولوا بالدارجة فوقت الحزة، تيكون شعب متماسك. وهذا التماسك اللي كان عندنا هو اللي يجعل أننا نخرجوا بأقل الأضرار، وأننا في هذا الوقت هذه كذلك داروا بزاف ديال الحوايج في الميزان ديال الصحة.